كل مؤسسات الدستورية التي شاركت في بلورة فكرة أن يكون لها فضاء مشترك داخل هذا المعرض تشتغل في إطار منظومة حقوقية شاملة وطنية، لذلك اعتبرنا بأنه دعما لفعل القراءة الذي هو يمكن من تقوية الفكر النقدي وتقوية الإحساس بالاندماج الفكري والثقافي والاجتماعي. في إطار هذا الفضاء المشترك سوف نتمكن من التحاور مع المواطن مع الزوار، سوف نتمكن من تمكين هذا المواطن الولوج إلى بعض المعلومات حول الانتداب الحقوقي لهذه المؤسسات، وأيضا حول برنامج عمل المؤسسات كل في مضماره، لأنه لنا انتدابات متباينة ولكن لنا التقائيات فيما يخص قضية الحقوق، قضية دعم نفادية الحقوق، دعم يعني تأهيل المواطن المغربي حتى يتمكن من أن يلج للمعلومة ليكون له تكون له مشاركة مستنيرة في الحوار العمومي. فإذا الفكرة والهدف من هذا التساكن الجميل في إطار هذا الورش الفضاء المشترك هو أن نتمكن من الإجابة على تساؤلات المواطن، وأن نتمكن أيضا من التعريف ببعض القضايا الديمقراطية والاجتماعية والسوسيوثقافية والإعلامية التي نشتغل عليها كل يوم ونحتاج فيها لإشراك المواطن في هذه الدورة المهنية والفكرية، لأن إدماج المواطن فكريا وهو الذي يمكنه من أن يكون مواطنا فاعلا، ونحتاج في وطني العزيز إلى مواطنة فاعلة ومستنيرة.